اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا، ونروح لاخبار السباحه. والساعات اللي فاتت الحمد لله اتحاد السباحه المصري بيحقق نتائج فوق الممتازه من خلال مشاركه نجومنا وابطالنا لعيبه المنتخب الاول في بطوله امريكا المفتوحه للسباحه، واللي شهدت تاهل مروان القماش رسميا لاولمبياد طوكيو 2021 بعد ما حقق الميداليه الذهبيه في سباق ال 400 متر حرة بزمن وقدره 3 دقائق و48 ثانية و87 لحظة. القماش ما اكتفاش بكده بالميدالية الذهبية بس، حقق كمان الميدالية الفضية في سباق 200 متر حرة. مبروك لنجمنا ان هو يكون بيتأهل ضمن بعثة بإذن الله تكون بتشرفنا في أولمبياد طوكيو 2021. مروان القماش بإذن الله يكون كده كمان بيقضي فترة إعداد جيدة من خلال تواجده في أولمبياد القادمة، يكون بيحقق لنا بإذن الله نتائج جيدة. جنب بقى مروان الفراشة الذهبية فريدة عثمان كانت عند حسن ظننا كلنا الحمد لله، ونجحت إن هي تحقق الميدالية الذهبية في سباق 50 متر حرة بعد منافسة كانت شرسة مع سباحات أمريكا وكندا. فريدة عثمان كمان نجحت في تحقيق الميدالية الفضية في منافسات 100 متر فراشة. اما السباح الشاب يوسف رمضان واللي عنده 18 سنه بس نجح ان هو يكون بيحقق الميداليه الفضيه في منافسات 100 متر فراشه، بيحطم الرقم المصري للكبار في السباق بزمن 52 ثانيه فاصل 99. نتائج مبهره لاتحاد السباحه برئاسه المهندس ياسر ادريس، واللي اتمنى ليه كل التوفيق وان السباحه المصريه تفضل كده في التقدم، وده اللي ملاحظينه خلال السنوات اللي فاتت. وكمان الف الف مبروك للنجوم والكل بقى الناس اللي اشتغلت على النجم، اصل النجم مش بيطلع كده بالصدفه ولا مره واحده، النجم ده بيشتغل عليه من اول حد مرنه في المدرسه واكتشفه واشتغل عليه وهو في سن صغير، اللي بقى اولياء الامور اللي هم بيودوا التمارين ورايحين وجايين للبني ادم نفسه للرياضي دوت اللي عنده العقليه المميزه اللي تخليه ناجح وقادر ان هو يكون بيتنافس مع نجوم من طراز عالمي ويقدر يكون بيحقق هذه الارقام. فمبروك اكيد لكل نجومنا، وان شاء الله دايما يفضلوا ماشيين على سلسله الانتصارات ديت والانجازات اللي بتشرفنا. لسه معانا اخبار، نروح لفاصل اخير ونرجع مره ثانيه.